للوقوف على حالة حقوق الإنسان في إيران وتصويت مجلس حقوق الإنسان ضد إيران فيها في ظل استمرار قمع المدنيين، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أمين مركز مناهضة العنصرية في إيران السيد يوسف عزيزي. سيد يوسف، بداية مرحبا بك. رغم إصدار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا يدين الانتهاكات وعمليات القمع التي تقوم بها أو يقوم بها النظام في إيران، إلا أنه مستمر في هذه الانتهاكات وعمليات القمع ضد المتظاهرين. يا ترى يعني كيف نفهم السياسة الإيرانية تجاه هذه التظاهرات رغم هذه العقوبات الدولية وهذه القرارات الأممية؟ أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. النظام الإيراني في الواقع استنزف كل أدواته للحكم في إيران، الأدوات الثقافية والدينية والأيديولوجية كلها استنفذت ما عدا عامل واحد وهو عامل القمع. فبقاء هذا النظام فقط يتم بواسطة وعن طريق القمع، والقمع يتمثل باغتيال المتظاهرين السلميين في الشوارع، يتمثل في الاعتقالات الواسعة التي وصلت خلال هذه الانتفاضة المباركة إلى نحو 30,000 معتقل، يتمثل في الإعدامات للمتظاهرين. لا يوجد بلد يعدم المتظاهر السلمي. فهذا النظام يعني يعدم المتظاهر، وأعدم على الأقل حتى الآن 4، واحد منهم محسن شكاري اللي لم يقم بأي عمل يعني جريمة أو شيء من هذا القبيل، ووفقه هو النظام فقط كان يغلق الشوارع، يغلق الشارع ويهتف وبيد سكين، لم يهاجم أحد. رغم عمليات القمع أستاذ يوسف، نجد أن رقعة التظاهرات تتسع، يعني إلى ما يشير ذلك؟ يشير أن هناك مشاكل كبيرة يواجهها النظام لا يتمكن أن يحلها، ومنها قضية الاقتصاد التي يتمثل بالدولار اللي وصل إلى 600,000 ريال، وأنت تعرف أنني شريت الدولار قبل الثورة، يعني قبل 45 عاما، ب65 ريالا، يعني الارتفاع نحو 10,000 مرة مضاعف، يعني ارتفع الدولار بعد الثورة وحتى اللحظة. فهذا من جانب، يعني الأسعار في تزايد الآن، يعني هو النظام يعلن أن التضخم حوالي 50% أو أكثر من 50%، بل المواد الغذائية التضخم فيها 73%. فكل هذه الأمور يعني تثير المواطن الإيراني، إن كان متقاعدا أو عاملا أو طالبا أو طيب أستاذ يوسف، كيف تنظر إذا ظهرت تسميم الطالبات، يعني الطلبة والمتظاهرون أو هذه التظاهرات، العمود الفقري لهذه التظاهرات يمثلها فئة الطلبة من طلاب وطالبات، ظاهرة هذه التسميم كيف تنظر إليها؟ هل هي محاولة لإرهاب الطالبات من وجهة نظرك؟ هل لها علاقة بالنظام؟ هي لها علاقة بالنظام، لكن ليس لإرهاب الطالبات كما ذكرتم في تقريركم. نعم. يعني طرحت عدة احتمالات، منها أن شو هجمات قامت بها مجموعات إرهابية، أو كما يدعي النظام ومنهم رئيسي أن جواسيس عناصر الولايات المتحدة وإسرائيل قامت بها لتشويه سمعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو قالوا أن مجموعات من الشباب الديني المتشدد
المؤيد للحكومة قام بها، وقس على هذا من الاحتمالات. لكن احتمال أخير يطرح، وهو أن هناك مجموعة أمنية في أعلى مستويات البلاد. هذه المجموعة الأمنية ومنذ 5 أو 6 سنوات اتفقت مع دول عظمى كي يعني اتفقت كي تنهي هذا النظام، وهي لتنقذ نفسها. هاي المجموعة مجموعة أمنية اقتصادية في الواقع مسيطرة على قسم كبير من الاقتصاد الإيراني، وهي التي تقوم بهذه الأعمال. ليش؟ لأن هذه الغازات ووفق الخبراء الإيرانيين لا توجد بالأسواق، هذه فقط يتم صنعها في مختبرات خاصة لا يملكها إلا العسكر وإلا القوات الأمنية. طيب من المستفيد من تسميم الطالبات؟ المستفيد هي هاي الجهة، هاي الجهة التي تريد أن تنقذ رقبتها من أي ثورة مقبلة. يعني أخذت، وكما قلت لكم منذ سنوات، أن تتفاوض مع دولة كبرى، دولة عظمى، كي يعني يتم التغيير في إيران، وهي تنجي بمصالحها ومصالحها وخاصة مصالحها الاقتصادية، وتنجي بأرواحها، تنقذ نفسها. فهذا الاحتمال موجود، وأنا لأول مرة أطرحه من على شاشتكم. فهذا الاحتمال الأكبر في عدة احتمالات تطرح الآن حول موضوع التسمم. طيب الآن بعد فقد النظام الإيراني لأدوات حكمه مثل ما تفضلتم في بداية الحوار، عمليات القمع مستمرة، حتى الأهالي الذين انتفضوا ويتظاهرون ضد ظاهرة تسمم بناتهم وطالباتهم، هنا عمليات القمع مستمرة ضدهم. إلى أي مدى ممكن أن يصل القمع والانتهاكات وضرب المتظاهرين والمدنيين؟ هذه الفئة، المجموعة الأمنية التي الموجودة في أعلى مستويات السلطة، هذه المجموعة اللي تمت بالتنسيق معها اغتيالات كثيرة من العلماء النوويين، من هجمات على المفاعلات النووية والمؤسسات الحساسة في إيران، وكثير من هذه الأفعال. هذه المجموعة تحاول أن تسيء الأوضاع يوما بعد يوم، حتى يعني هذا النظام يستسلم، وهي تنجي بنفسها من هذا الأوضاع بالاتفاق مع أحد الدول العظمى اللي متفقة معها في هذا المجال. عبر سكايب من لندن، أمين مركز مناهضة العنصرية في إيران الأستاذ يوسف عزيزي، شكرا جزيلا لك.